السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير شوية نوجد شوية لرمضان إلا حيانا ربي وهنانا نروحو نوري لكم واش رايح ندير. هنا عندي الثوم، هذا الثوم راني منقياتو درك نرحيه. عندي هنايا الثوم، شوفوا هذا نقيته ودرته في البواقة، هذا راهو كونجولي. انا ندير هكذايا، نديرو في ساشي تاع البلاستيك قبل باش ما يخليش الريحه في الكونجيلاتور. نسحق حبات هكذايا صحاح باش ندرسو يا بالمهرس ولا ساعات باش نحمر الدجاج ولا نحمر ندير حاجه في الكوشه ولا نحب نسكرفج الثوم ولا نقطعو اون لامين. فهمتوا؟ كاين وصفات يجو الثوم نسحقو هكذا، وكاين وصفات نسحق الثوم مدروس ولا مرحي هكذايا. هذا كما قلت لكم اني دايرته في كونجيلاتور. انا على شوفوا لا غصدقوني يما ربي يطول في عمرها، كما تقول هي عام 12 شهر الثوم عندها هكذا في الكونجيلاتور. جامي تروح الدوزن وما تصيبيش الثوم في كونجيلاتور تجبديه واجد. وعلى عم نقول لكم ما يفسد، يقعد على حالو ما يفسدش كاع. هكذا واش نديرو في ساشي عقدوه وديروا في بواطه باش هكذا ما ممكن نديروا حاجه يعني ان ديسير ولا تحطوه في كونجيلاتور ولا ما الريحه كاع ما تبانش. هذه هي دركا، هذا حبيت نرحيه. شوفوا هكذا واش ندير له، ندير بشويه نروح بشوية، ندير شوية تاع الملح وندير شوية تاع الزيت هكذا. بسم الله، واحد تلت مغارف زيت هكذاك ونرحيه. دوكا نبدا نرحيه. انا رحيته بيان، نحيه منها كامل. هادوما سي دي بواط شريتهم بالخطيوه تاعهم، ماشي غاليين، يديروا غير 15%، ماشي حاجه. سينو هادوما كاين شي ولبن ولا الرايب ولا تاني فيهم، ولا الباي تاع لاكخام كنخبوهم في الصيف. هادي واش عندكم ديرو. هادي سما سي اون كومبوت داي، يعني شغل عصيده تاع هكذا. نعمر البوايت نتاعي ستار نكملها كامل نعمرها. هنا راني عمرت البويط هكذا كيما راكم تشوفوا. واش ندير، ندير شويه تاع الزيت من فوق هكذا، فوالا ونغلقهم بيان. نخبيهم في الكونجيلاتور، دو توت فاسون في الكونجيلاتور راهم ما يجمدوش، ها يبرد برك مي ما يجمدش، يعني يقعد على حالو. هاكو تشوفو الملح، نقولو الملح سان كونسيرفاتور، يعني يواسيلكم يحتفظلكم على التوم تاعكم. هكذايا هادو دوك نديرهم في الكونجيلاتور. دوك نوريلكم الطوماطيش. هنا نوريلكم الجلبانة، شوفو الجلبانة راني دايرتها في الكونجيلاتور. الجلبانه ما نديرها والو، نقيها نشللها بالطبع نقطرها في كسكاس، من بعد نديرها في ساشي ونخبيها في كونجيلاتور. انا عندي يعني نقول لكم تشريو الجلبانه في وقتها وتخبوها في كونجيلاتور خير ملي تشريو تاع الفريغو. تاع الفريغو غاليه بزاف. فوالا
ميم دوكا ماهيش رخيصه رخيصه، مي كوميم خير ملي تشرو تاع الفريغو. هكذايا انا نديرها كي نسحقها الجوازات، نحب كيما الدولمه تاع النصران، كيما كاين حوايج نحب لهم بزاف، اللحم بالجلبانه ولا الدجاج بالجلبانه بالخضره، صافي نسحق الجلبانه باش ندير اون سالاد دو ري، نسحق شي تاع الجلبانه نصفو. فوالا راني دايرتها في الكونجيلاتور هكذايا مربوطه، راني دايره الساشيات في الكونجيلاتور هكذايا. هنا عندي شوفوا انا الطوماطيش راني راحيه ديجا، راحيه ودارتها في الكونجيلاتور هاك. فوالا راني رحيتها ومخبيتها في الكونجيلاتور، دوك نرحي قدامكم. شوفوا انا ما نحبش نرحي الطوماطيش بلو بغا ميكسور، الا درناها بالبغا ميكسور تولي كي المويها، تولي كوم من ما تجيش مليحه في الطياب، فهمتوا؟ يلو كان ميم في الشريبه باش تكون جاريه هكذا كي المويها نو، انا جو بريفير نقطعها ونقط نرحيها في ان غوبو هكذايا. فوالا هدايا ولا واش عندكم اشواغ سادير اشواغ صغير، ولا نحب ندير فيها الطوماطيش نحب نرحيها بهدايا، ما نحبش بلو بغا ميكسور. تحبوا ديروا بيتزا، تحبوا ديروا الشريبه كي ديروها تاني الطوماطيش تكون شويه كامل، فهمتوا؟ الا درنا بصلو طوماطيش، الا درنا شوفوا ندير شويه تاع الملح، ماشي حاجه شويه برك تاع الملح، هذا مكان ونرحيها. فوالا دوك نرحيها هذا الثوم برك. فوالا هاني من بعد ما رحيتها دوك نفرغها نديرها في لي بواط الكونجيلاتور. شوفوا انا هذيك درت بيطات صغار الشريبه ولا نسحق هكذايا ان كونتيتي يعني تكون شويه، سينو دوك هادي نفرغها هنا في هاد البويط. شوفوا اكو تشوفوا فيها الروح شويه. فوالا دوكا نفرغها داخل. فوالا يلا يا كريم هكذا تاني نغلقها ونخبيها. واش نقول لكم انا من دوك نكتب دي زيتيكات، ها دوك يجي يونس روح يشيل لي زيتيكات. الثوم نكتب ثوم وتفاصون يبان، هذه حمراء وهذيك بيضاء مبينين يعني، مي كنا حبيتو بلي زيتيكات باش ما تتبحروش ديرو بلي زيتيكات. بون صافي درنا الثوم، رحيناه شويه زيت شويه ملح، عندنا الطوماطيش درت لها شويه تاع الملح كيما قلت لكم الملح سي تان كونس يقولوا سي تان كونسيرفاتور. بون هاني درت غير شويه ملح، علاش؟ باسكو الثوم فيه شويه تاع الملح والطوماطيش فيه شويه تاع الملح، لو كان نديرو بزياده الماكله تجيكم مالحه، دو بريفيرونس شويه شويه. هذا ما كان كيما وريت لكم الطوماطيش كاش درت لها ماشي بلو بغا ميكسور ديكم مويها، انا نحب فيها شويه روح. الا درنا لوبيا بصلو طوماطيش، الا درنا حاجه يعني بصلو طوماطيش، الا درنا دي بيتزا ولا دي كوكا ولا طوماطيش يفو با تكون جاريه جاريه مويها. عندنا قلت لكم اني درتهم في لي بواط الجلبانه، نقي نغسل مليح نصفيها ونديرها في لي ساشي. لحميصه لحميصه يا اخي وريت لكم ديجا كاش نديرها، انا نبيتها في الماء الصباح نوض ندير الكوكوطه تاعي، ندير الحميصه تغلي شويه تاع الملح، انا ديما نحب ندير شويه قرفه. عندكم جناوح ولا عندكم عظم تاع كشمان حاجه ما عندكمش بنبي صلات الناس نورمال. المهم نديرو نغليوها في الملح شويه قرفه شويه على راس المغرف باش ما تجيكمش كحله، ونديرو شويه تاع السمن، ديما ندير مغرفه تاع السمن، ما عندكمش السمن ديروا مغرفه تاع مارغارين يا با بروبليم. هكذايا باش نقول لكم ثاني واش راح نوصي. شوفوا كانت في راسي ودوكا كي باش نهضر امرحولي. بون كيما الكرافس وريت لكم في البواطا، الكرافس نقدروا نكونجوليوه، الفلفل الحلو نشويه ولا نقليه نصفيه نقدر نديرو في الكونجيلاتور عادي، نديرو في بواطا ونغلق عليه. واش نديرو؟ نديرو قطيره زيت من الفوق ونخليه في الكونجيلاتور، انا يعني هكذا نديرها ديما نوس. واش دوكا حاجه بروبليم راهو الفلفل خشن بزاف، يعني ماشي كيما مداري يكون شباب طويل ورقيق شويه، دوكا راهي يعني خشن بالبزاف. المهم اون بو لو كونسيرفي مشوي ولا مقلي، الا مقليتوه ديروا في كسكاس يقطر ومن بعد ديروه في الزيت تاع القليانه، هذه هي. حبيتو ديرلو شويه ملح يجوز.
انا شفت في لي فيديو الناس يديروا البصل يكونجليوها، امبوسيبل ما كاش منها البصل تتكونجولا، على بالكم راهي تولي نوصيف راهي تضر في الصحه. جامي الثوم نقدروا نكونجليوه، مي البصل جامي كونج. ديجا انا كي نقيها الصباح ميم لو اوبليجي نكملها، باسكو كون تقعد العشاء اوبليجي ترميها، دونك ما كاش منها البصل تتكونجولا. سينو عندكم الخضره تاني كامل، كيما تقدروا تقطعوا حبيبات بطاطا وحبيبات قرعه، ولا كيما باش نديروا الشريبه تاني دي بوتي كوب ونخلوهم باش نديروا شربه مقطفه، نقدروا تاني نقطعوهم نديرهم في بويطات ولا نديرهم في ساشي، قيس نهار ولا زوج. اللي طيب الشربه على يومين هاي باينه، واللي طيبها كل يوم هاي باينه. كاين ناس خدامات بثلاث ايام وما يطيبوا الشرب، طيبوا الشربه بوغ توا جور. الله غالب كل واحد وكيفاش. هذه هي واش قلنا، دونك البصل ما نكونسيرفيوهاش. عندنا الكرافس تقدروا ديروها، نحب ندير الحريره في رمضان، نحب الكرافس انا ديال الحريره، سينو انا القطفه تاعي ما نديرش الكرافس. كاين ناس بزاف يديروا، مي هنا في العاصمه ما نديروش جينيرالمون، ما نديروش انا يجيب لي انا نشوفها بلي الكرافس تعطي البنه تاع بلوس تاع شرب عدس ولا تاع الحريره، ما نحبش، نحب الشربه مقطفه تقدر تقعد على حالها. مي كاين ناس يديروا موالفين بها عادي نورمال. الفول تاني نقدروا نكونسيرفيوه، ستادير نقيوه نشلوه نقطروه نكونسيرفيوه. هذه هي اللي عنده الحوت يكونسيرفي، اللي عنده الدجاج يقدر يغسل خل ملح ويكونسيرفي. يعني هاد الحوايج كاع على بالي تعرفوهم. شوفوا ما تزعفوش علي، يعني نهضر مع البنات اللي داروا دار جديده ولا البنات الصغار رايحين يتزوجوا ولا البنات الصغار اللي حبوا يتعلموا، باسكو يتبعوني بزاف بنات العواتق ولي نوفيل ماريي، ونفرح كي يقولوا لي مدام دلهم حمرتي لنا وجهنا قدام ناس دارنا، فريمون نفرح بالبزاف. هذه هي شوفوا، ما حبيتش ندخل لكم التينه والقارص مع الملح والثوم وكل شيء. نقدروا كي ندير اون بوتيت غوسيت ندير لكم لو جو تاع المركز تاع لو كونسونطري دو سيترون، لو كونسونطري تاع التينه، يعني مركز التينه ومركز القارص، يخبوه في رمضان ان شاء الله الى حيانا ربي وهنانا. هذه هي دوك شنو نتفكر نعاود نزيد نقول لكم. عندنا القرنون، اللي انا ندير القرنون في رمضان، القرنون نحبو دولمه، نحبو اني درت لكم دي بلا هايلين رمضان ان شاء الله بالقرنون، دونك اشريو كونسيرفيوه. وريت لكم عندي اون فيديو من القدم، وريت لكم كاش نقيو القرنون كاش يقعد لكم بيض. دايوغ راني نشوف الناس عمي يعني عم يديروا في هذيك لا روسيت اللي تاع اللي نغلي وندير مغرفه تاع فارينه كيما وريت لكم، دونك ندير مغرفه تاع، ودايوغ وريتها في سميرة تي في عندها 10 سنين، ندير مغرفه تاع الفارينه في الماء يكون ابان يرفد الغليان، نرمي الفارينه ونرمي القرنون ديالي لداخل، فوالا. دونك تقدروا تكونسيرفيو القرنون روعه، وانا نديرو عند كيما نديرش ندير زوج خطرات ولا ثلاثه القرنون في رمضان باسكو نحبوه بالبزاف. هذا تفكرت القرنون قلت لكم عليه، وهذه هي كل خطره ان شاء الله نهضروا على حاجه. هذه هي الكيفيه تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. تدابير كما يقولوا سورتو الثوم يشد اليد دو بريفيرونس توجدوه على من قبل، والطوماطيش ثاني ترحي وتسكرفدي، وهذه دو بريفيرونس وجديها على بكري. هذه هي ما عليا غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.